السلام عليكم، معكم خالد غاندي من تصويرة، العمر 20 سنة. معكم الكريم أولامين. معكم اسماعيل بن عدي مدينة تصويرة. احنا من مدينة تصويرة، مجموعة ديال قناوة كنمارسوا هاد الهواية ديال القناوي. هادشي معطينا من عند الله. المهم تعلمنا مع معلمية من تصويرة، وتعلمنا مع معلمية خارج تصويرة بحال كازا، بحال مراكش، بحال مكناس. صراحة فيما كنمشيو عند شي معلم ما كيبخلش علينا، وكنمارسوا هاد الموسيقى هذه بينا ان شاء الله نوصلوا بها لقدام العالميه ان شاء الله الا كتب الله. وان شاء الله راه كنديروا الويلات صغار في صويره، كنشدوا الزاويه بحال هكا، ولا كنديروها في الدار عندنا، كنديروا الليلات. وان شاء الله بينا نزيدوا بهذا الفل قدام ان شاء الله. بغينا نعطيو حتى حنا في شي حاجه ممكن كشباب ديال الصويره. احنا دابا اش نقول لك، من الصغر ملي كانت عندك 11 عام 12 عام بحال هكا، المهم ملي عقلنا على راسنا في القناوي وحنا مجموعين. كنتو غير الهوايه في الاول؟ في الاول كنا هوايه، وهذا الشيء اللي بغيناه، حبينا هذا الفن هذا، حبينا وعطينا. وحنا راه تولدنا في وسط هذه الحاله هذا، راه ملي عقلنا على راسنا وحنا في هذه الحاله هذا، الله يرزقنا التسليم كما كيقولوا، راه حنا راه خوت بتا قناويت ولا بلا قناويت، حنا راه مجموعين كنكونوا غير مريحين. كنقول لسماعيل ولا كريمو، كنقول لي اش بالك نديروا شي ليله وشي حاجه بيناتنا. المهم ابار على كنخدموا عند الناس ولا شي حاجه، كنتقنوا مع راسنا، كنفهمني منها كنتعلموا، شي كيعلم شي، وكنمشيو كنجولوا. وصراحه هذا الفن هذا راه بغينا نوصلوا به ان شاء الله لقدام. وهاد المحله هادي اللي لعبنا، المهم حنا اخترنا هاد المحله هادي من جميع المحلات، المحله ديال الكحل حيت كنحبوها صراحه. المهم هاد المحله هادي الا جيت نعاود لكم عليها راه شي حاجه بزاف. حنا بثلاثه انا كنحبوا هاد المحله ديال الكحل، فيها ميمونه وفيها الغمامي ومرحبا، وفيها ميمون وفيها بركيليه وفوفو الدنبا. المهم هاد المحله هادي اللي صراحه كتسوق لنا من المحلات كاملين كيسكنونا، ولكن هذه المحله هذه كنرتاحوا فيها. فاش كندقوا عليها في الليله وشي حاجه، الممكن كنحسوا بالنفسيه ديالنا مرتاح، حيت الموسيقى هذه روحانيه قبل ما تكون زعما موسيقى ولا شي حاجه. المهم هي روحانيه، راه كنلعبوا كنحسوا بها، وهذا الشيء اللي كاين.
المحلات اللي كاينين من غير الكحول في الاول، في الاول فاش كنمشيو لدار الليله كان 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 كنريحو كنديروا الاولاد بامبرا، كنديروا البامبراوين، كان هاد البامبراوين هما في كيجذبوا لي كويو العزاوه هادي اللي كيجذبوا فيها. عاد كنديروا العاده من موراها كنديروا كنفتحوا الرحبه وكان كندوزوا الجلاله وكندوزوا كما كيتسموا البوابه عاد البهاله سميتو في الطرقه المرصاويه كنديروا البهاله، عاد كنديروا مساويين السماويين وكنديروا الحمر الشرفه الكحل ولاد الغابه، عاد كنديروا بنات العتابي والبنات ميرا مالكه وسميتو، عاد كنديروا كانت لعبة عيشه. وكنتمنى من الله ان شاء الله يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء هذا ان شاء الله تنتهي هذه كورونا هذه، وصراحه هذه كورونا هلكتنا ديال بصح، وان شاء الله كنتمنوا يرفع لنا هذا الوباء وترجع للمياه الى مجالها كيف ما كيقولوا، ورجعوا للفيستيفال في الصويره والفيستيفالات في داخل المغرب وخارج المغرب. وكنشكروا جميع المعلمين في المغرب كامل، وكنشكروا المعلمين ديال الصويره منهم معلم عمر الحياه ومنهم معلم عبد السلام علي كان وجميع المعلمين صراحه ديال المهم ديال المغرب كامل وديال الصويره. وكنشكر الدراري كاملين منهم اسماعيل خويا كريمو اخوكم خالد خويا مهدي وخويا مهدي سوسان تا هو مهدي عويدات، وكنشكروا الدراري ديال الصويره كاملين واخا اللي نسينا سميتو يسمح لينا. وكنتمنوا ان شاء الله يتجمع المكب كيف ما كيقولوا ويتجمع اللامه، وان شاء الله ما يكون غير الخير من القدام ان شاء الله. وبينا نحيو حنا كشباب بغينا نحيو هاد الثقافه ديال تكنو في مدينه الصويره. وشكرا. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.